فهذا اجتماع ديال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الرابع عشر للحركة الشعبية. هذه اللجنة بدأت تشتغل منذ تكوينها في شهر يوليوز، وتفرعت عنها خمس لجان موضوعاتية، واليوم في هذه المرحلة الأولى ديال الاجتماع ديالها بعد التأسيس غادي تطلع اللجنة ككل، يعني اللجنة موسعة، على التقارير ديال اللجان الفرعية اللي حضرت الأشغال ديالها. غيجي غيكون واحد الاجتماع تاني لبعض اللجان اللي مازال كتشتغل لأن الأشغال ديالها شوية طويلة، ولكن احنا بالنسبة لنا كأمانة عامة، مع أن اللجنة أؤكد هذا اللجنة يعني مستقلة لا تتدخل فيها الأمانة العامة، ولكن كأمانة عامة نحن الآن نحتاج إلى مخرجات هذه اللجنة التحضيرية لنراسل الأقاليم لتعيين المؤتمرين ديالهم. إذن يوم غنكون ما بين يعني اللجان اللي غادي نركزوا عليها اليوم هي لجنة الانتداب اللي حدث واحد العدد ديال المقاييس وعدد المؤتمرين باش يمكن يعني الأعمال الإدارية تنطلق، ونطلبوا من الإخوان ديالنا المسؤولين في الأقاليم أنهم يعني يتخذوا الإجراءات لتعيين المؤتمرين ديالهم. بالطبع هناك كذلك لجنة ديال اللوجيستيك، لأن في مؤتمرات مثل هذه الأعمال يعني اللوجيستيكية لها أهمية كبرى، ولجان أخرى التي يعني ستقدم أشغالها عندما تكون جاهزة لهذه اللجنة التحضيرية. سي محمد العنصر غير ترشح انتخابات الأمانة العامة؟ اليوم تنهضروا على اللجنة التحضيرية وعلى تحضير المؤتمر، واللجنة هي اللي غادي تعين، يعني غادي تعطي الإشارة للترشيحات لانطلاق حملة الترشيحات، وأنا ذاك يعني غنشوف شنو غنشوف. وبناء على مقتضيات النظام الأساسي والنظام الداخلي لحزب الحركة الشعبية، وتبعا لقرار المجلس الوطني للحركة الشعبية الأخير ومصادقته على المقرر التنظيمي للمؤتمر الرابع عشر، نلتقي اليوم في إطار اللقاء الثاني للجنة التحضيرية من بعد ما عملت اللجان الخمس الفرعية على تحضير العمل ديالها، لا من حيث الانتداب، لا من حيث الأرضية السياسية، ولا من حيث الوثائق والقانون الأساسي إلى غير ذلك. كاين جزء من عمل اللجان اللي طبعا انتهى، عدد المؤتمرين، الانتداب على مستوى الأقاليم إلى غير ذلك. واليوم اللقاء هذا الغاية منه هو المصادقة على التقارير الجاهزة للجان الفرعية، وكذلك تذكير بعض المقتضيات الواردة في واحد المذكرة توجيهية طبعا وفق القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على مستوى الحركة الشعبية. والغاية هو أن يحترم الأخوات والإخوان على مستوى الأقاليم عدد المؤتمرين، أن يحترموا كذلك تاريخ وآخر أجل اللي محدينه في 15 يوم قبل من المؤتمر باش يوصلوا إن شاء الله المقر الأمانة العامة للحزب الأسماء، حتى يتسنى الطاقم السهير على تحضير طبعا كل الوثائق والملفات لي باج إلى غير ذلك من عمل لوجيستي المبيت وهكذا. الأمور على العموم الحمد لله كلها ماشية في أمل الله، راه كل ما كان جديد بلغناكم به حاليا، ومعروف على أن التاريخ إن شاء الله المؤتمر هو 25-26 نوفمبر بالقاعة المغطاة في مركب الأمير مولاي عبد الله. العدد المؤتمرين 1800، طبعا غادي يكونوا ضيوف أجانب إلى جانب الضيوف المغاربة كالمعتاد إن شاء الله اللي غادي يحضروا هذا المؤتمر، اللي إن شاء الله ننتظر أولا هذا النهار بشغف، ثانيا كاين جديد على مستوى الوثائق والأرضية السياسية طبعا
مع احترام المرجعية ودون مناقشة الباقي المقدسات لا تناقش طبعا، هذا أمر واضح. إلى جانب ذلك كاين جديد على يعني مستوى عدد القضايا اللي كان المفروض الحزب يطرح هذه الأسئلة على نفسه ويوجد لها يعني جواب. كاين اللي وصلت للجواب وكاين اللي ليس بعد. ولن أن أودي واحد المسألة وأن أصحح كذلك هذه المسألة المعارضة. الحركة الشعبية ولن راه تزاد في أسرة معارضة في البداية الستينيات ويعني ونهاية الخمسينيات. ثانيا في الحكومة سي عبد الرحمن اليوسفي في 98 الحركة الشعبية راه كانت في المعارضة، ثم في الحكومة سي عباس الفاسي في 2007 كذلك كانت في المعارضة. إذن ماشي أول مرة. شنو هو البديل؟ هو في الواقع في الوثائق يعني البعد السياسي اللي عند الحركة الشعبية هذا لا يدخل في إطار يعني شيء موقف معارض بقدر ما هي أفكار وثائق يعني تجاذبات أحيانا ثم قرارات في إطار يعني الليبرالية طبعا الليبرالية المعقولة والمنطقية وفي إطار ما اشتغلت عليه الحركة الشعبية منذ سنين ولا زالت إلا أنه كاين بعض الأمور اللي جديدة في وسط المجتمع ديالنا. كاين تغيرات اللي كان خصنا لابد ما نطرحوا على نفسنا هذه الأسئلة ونصيبوا الأجوبة المناسبة وطبعا اللي غادي يصدق عليها إن شاء الله المؤتمر 14. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.